مساء الخير يا فندم. مساء النور. نورت المكان يا فندم. تحب تاخد حاجه؟ معلش اخد نفسي بس الاول. اه تمام اتفضل. بدر باشا. ازيك يا عمر؟ ازيك يا باشا. اه شربت حاجه؟ معقوله يا فندم بعد ما عليك؟ طبعا بشرب قهوه. يبقوا اتنين. بشرب عبيحه. يبقوا اتنين. اتنين قهوه عبيحه. حالا يا فندم. اخبار سعادتك ايه؟ كويس. طب الحمد لله يا رب. هو سعادتك عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ في الموضوع اللي كلمت فيه سعادتك. انت لسه مصمم تبلغ؟ امال يعني هضيع وقتك ووقت جمال باشا على الفاضي؟ الا بقى لو المعلومات اللي قلتها لكم طلعت فشوش. خلاص لو لسه مصمم تبلغ يبقى يلا بينا. على فكره احنا طلبنا قهوه ما شربناهاش. قريتك. احنا رايحين فين سعادتك؟ مبنى المخابرات العامه. اقعد يا عمر. تؤمرني بحاجة تاني سعادتك؟ شكرا يا نادر. حلال نادر باشا قوي. وانت كمان ابن حلال يا عمر. واللي هو جلال اللي انت شغال عنده ابن حلال ومحترم وفوق مستوى الشبهات. الحكايه كلها كانت اختبار. اختبار؟ كنا عايزين نعرف حجم حبك للبلد قد ايه؟ وقد ايه مدى انتمائك ليها؟ وقد ايه ممكن تضحي علشانها؟ وانا ما كدبتش خبر سعادتك. يعني اول ما عرفت موضوع الشركه السويسريه بلغت سعادتك على طول. ايوه. تدخلي. كمل يا عمر. يا باشا الدنيا مديها ظهرها للكل. بس ابن البلد الحقيقي اللي بيبان وقت الشده. ادخل. ايه ده؟ انتوا مسكتوها؟ الانسه رندا شكري زميلتنا والنقيب سامح عوض. على فكره لسه عريس جديد. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا واسفين يعني ان ازعجنا حضرتك في شهر العسل. ولا يهمك يا عمر. تقدروا تتفضلوا. اقعد يا عمر. تعال يا جيهان. الملازم جيهان تايم.
ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. كده يا باشا مش ناقص غير امي واختي يبقوا شغالين معاكم في الجهاز. اتفضل يا جيان. اقعد يا عمر. اقعد. عمر، انت الفترة اللي فاتت كنت تحت عينينا تقريبا 24 ساعة. لقينا فيك الانسان المصري الاصيل المحترم الكتوم اللي بيخاف على بلده، اللي معدنه الاصيل بيظهر وقت الشده. ربنا يخليك سعادتك. معلش بس يا باشا، يعني كان عندي مفك صغير كده عايز افهم. مفك صاموره يعني؟ هو ليه سعادتك وكل البشوات اللي شغالين مع حضرتك يعني حطيتوني تحت عينيكم؟ ها؟ ليه سعادتك؟ انت عارف يا عمر ان اعداء البلد كتير. اكيد يا باشا، اللي يحبوا لنا الشر اكتر من اللي يحبوا لنا الخير. انت سافرت بره مصر قبل كده؟ لا سعادتك، بس اكيد المعلومه دي عندك يا باشا. معلومه ايه؟ باشا ساعتك مش ناقص غير انك تعرف لون شعباطي في البيت ايه. فاكيد معلومه ان انا سافرت بره مصر قبل كده ولا لا عندك يا باشا. بصحصح. انا عاجبك يا باشا. وعلشان كده انا اخترتك. عشان اسافر؟ ممكن. طب ما تشرح لي بشيرين زياده يا جمال بيه الله يرضى عليك. على فكره انا ما اسميش جمال. يعني ما جاتش عندي سعادتك. طب ما تشرح لي بشيرين زياده يا ايه بقى سعادتك؟ خالد صبري. احلى كتير. احنا هنسفرك بره ونزرعك في وسط شبكه بتتجسس على مصر. من غير ما تدور على مقدمات، انت مش مضطر ترد على العرض بتاعنا دلوقتي. بجد؟ أصل تشوف ساعتك. خد وقتك. في الأول وفي الآخر احنا سايبين لك القرار. وانت حر. الله يريح بال ساعتك. بس معلش يا فندم، يعني عندي كده يعني وصلة صغيرة عايز افهمها. ده غير الوصلة والمفك بتوع المرة اللي فاتت. اتفضل. اشمعنى انا؟ اشمعنى انا بالذات يا باشا؟ يعني اللي بيشتغلوا في الكاميرات كتير. ومين قالك ان احنا ما دورناش؟ وعموما انت عندك حق، بس مش كل اللي شغالين في الشركات محترمين. عندك انور زميلك اللي بيشتغل في الشركة، ده راجل بيلعب قمار وكاتب على نفسه وصلات امانة. انور؟ ايوه انور. وانا يبان عليه من الصايع. لا مؤاخذه انا يا باشا، النوعيه اللي زي انور ولاؤه مش مضمون. ولاؤه الوحيد للقرش. مش زيك ولا اكل بلدك. ده غير انك ذكي وحرك وعندك سرعه بديع. انا كل ده ساعدتك. اه طبعا. ما تنساش انك خدت مفتاح المكتب من هنادي مرتين من غير ما تحس. يا نهار اسود، هو سعادتك عرفت اسمها كمان؟ معلش ونبه يا باشا، خلي الموضوع ده سر بينا وبين بعض. مرة تعمل نفسك جايب لها سلسلة مفاتيح جديدة، فتاخد السلسلة وقال ايه بتنقل المفاتيح في السلسلة الجديدة، وهوب تاخد المفتاح من غير ما هي تحس. والتانية تعمل نفسك عارف اللي جوه الشنطة بتاعتها كلها، فهي تضطر بنفسها وبإرادتها تطلع كل اللي في الشنطة على الترابيزة، وهوب تاخد المفتاح للمرة التانية. ما هو لا مؤاخذة أنا يا باشا، المضطر يركب الصعب. ما هو كمان مش طبيعي اللي يدخل مكان علشان يركب فيه كاميرا واحدة يدبس صاحبه في 10 كاميرات زي ما عملت مع جيهان. أقسم بالله سعادتك، أقسم بالله لو أعرف إن الكاميرات دي ليك وأنا كنت عملت الموضوع ده كله على حسابي. قدها قدود يا عمر. ده غير إنك شغال مع لواء في الداخلية سابق، يعني علاقاته كتير، وممكن يطلب منه انه يركب كاميرات في اماكن حساسه، اماكن مش اي حد يقدر يدخلها. يعني بالنسبه لاي حد عايز يجندك كجاسوس
انت كنز. ها في عندك اي صواميل او مفكات عايز تسال فيها؟ لا ساعتك انا اسف على الازعاج. ما تقولش كده يا عمر. وانا ممكن استاذن يا باشا؟ حضروا العربية. عربية اسعد. ايه؟ مش عايز تروح؟ ايه يا فندم انا عايز اروح. مع السلامة عمر. مع السلامة خالد بيه، مع السلامة. عمر. ايوه سعد. أنا مش محتاج أقول لك إن مفيش مخلوق يعرف إنك كنت هنا. حتى لو كان أقرب الناس ليك. أنت لا جيت ولا الحوار ده حصل من أساسه. مفهوم؟ تمام سعادتك. عن إذنك يا باشا. اتفضل. اتفضل سعادتك.